ندخل في موضوع التواشيح، بس قبل ما اطلب منك انا اريد اسمعك بعض. والله مشتاق، لانه في يوم من الايام انا في اذاعه القرآن واسمع شعرا طيبا وباسلوبه البسيط بصوت جنابكم الكريم. الله يبارك. فانا اريد قبل ما انه تدخل انت انا اريد اسمعك يا حبذا يا حبذا، مستعد انت ان شاء الله؟ يا حبذا يا حبذا. إن لم يصلي على النبي وآله. الله اللهم صل على محمد. إن لم يصلي على النبي وآله الله بطلت وردت منك كل صلاة. الله الله الله. فالحج بذكرهم وصلي عليهم الله في كل أمسية وكل غداتي. الله الله الله. واجعل صلاة ودك الباقي الله. فقد عرف المحب بكثرة الصلوات. أحسنت. إذا راح أخذ على النغم مالك. بارك الله بيك. يا الله. شجعتني أنت وحفزتني. كل القلوب إلى الرسول تميل. كل القلوب إلى الرسول تميل وهنالك عندي شاهد ودليل. شنو الدليل سيدنا؟ أما الدليل يا الله، أما الدليل إذا ذكرت اسم محمد، إذا ذكرت اسم محمد رأيت دمع العاشقين على الخدود يسيل. هنيئا لكم يا زائرين، هنيئا لكم يا زائرين روض نبيكم، فيا نعم الثواب ويا نعم السبيل. صلوا وسلموا عليه. هدايا هدايا. نعم. أبو القاسم شرع منهج. نعم. هدايا. الله الله الله. النبوة إلى من الباري. الله. هدايا. أنا اعتصامي بالنبي الهادي. الله إن شاء الله. الله. هدايا يا 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 اعتصامي بالنبي الهادي. الله الله. هدايا يا 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 أنا اهتديت بنور أبو الزهراء الزنجية. حقيقة سيدنا الحج.